دبرت في خلال شهر ولا حاجة 1000 عربية. ال1000 عربية دول تروح سوق العبور مثلا كمركز للكده، ويتم تدبير موارد غذائية لهم، خضروات وكلام من هذا القبيل، في عربية فيها تبريد بيسوقها رجل أو شاب وجنبه اتنين بيساعدوه، يروحوا الأماكن اللي احنا بنتكلم عليها دي بأسعار أماكن الفقيرة يعني. نعم الأماكن الدنيا أنا بتكلم في 1000 عربية. البطالة دلوقتي مصر مع إحسان الظن يعني أحسن الأرقام المتفائلة 6 مليون، وكل سنة ولادنا احنا معنا ابني زيهم 700 ألف بيضافوا إلى سوق البطالة من السوق العام. صحيح. معناها ان احنا ولادنا في كلهم في الشارع. فالحقيقة انت عشان توفر فرص عمل، فرصة العمل النهاردة بتتكلف 200 ألف جنيه عشان توجدها. يعني انت لما تتكلم عن 2 مليون فرصة عمل وانت عندك 6-7 مليون، صحيح، في 4 سنين انت عايز معركة، عايز 400 مليار جنيه. احنا عندنا مشكلة حقيقية تراكمت. معدلات النمو في مصر دلوقتي 2% بالكاد، عشان توجد فرص عمل معقولة لازم توصل ل7%. ال7% يقدروا يستوعبوا ال700 ألف كل سنة. طب والرصيد القديم؟ فأنا في ذهني جدا مسألة تنمية حقيقية بمشروع النهضة، مسؤولية حقيقية. أنا بقول مثلا إنه مجال الغاز والبترول وقناة السويس والضرائب على من عليهم ضرائب، مش فرض ضرائب جديدة، ده وعاء بيجيب فلوس بسرعة.